تقنيا مين بحس حاله لازم يفوز باللقب منكم تقنيا؟ يعني ايه تقنيا؟ تقنيا يعني اليوم اذا عم بحكي انا علميا انه في صوت حلو في قدره صح؟ اوكي مين اوكي جريت مين خيفان يفوز باللقب منكم؟ مين خيفان حس حاله انه رب مش تقنيا يعني هلا عم نفصل تقنيا وعلميا مين حس بالخوف انه انا يمكن ما فوز؟ سو جريت حنان انت مأكدة انك حتفوز؟ لا في محمد يعني اللي خايف مش خايفين مش خايفين مروان مش خايفين جريت طيب بس خليني اقول لكم شيء انتم هلا تقنيا لانه بتعرفوا انه عندكم صوت حلو لانه اذا بدي احكي تقنيا صوت حلو علميا اساتذه اشادوا بصوتكم وصولكم لهون اكبر دليل مزبوط بس رغم هالشيء بضل في بعقل الانسان هيك شعور باطني بخوفه مزبوط وين مصدره هيدا؟ لما صار هذا في الاول شو ان احنا في الاول في الاخر احنا في منافسه يعني لازم واحد يعني انت عندك مش يعني النسبه مش كبيره فطبيعي ان لازم على الاقل حتى لو انت واثق في نفسك بس ليش لما كان النسبه عندك اكثر انك يعني هلا كمان بمراحل مزبوط اللي عم بتقوله انه كمان هايدي قبل شوي قالت انه هلا عندنا مسؤوليه اكثر صار قرب اللقب يعني ما بقى في كثير احتمالات يعني في احتمال يا لا هالاسبوع والاسبوع الجاي يا انت حامل اللقب يا لا مزبوط بس ليش هيدا الشعور رغم انه نحن بنكون مأكدين هيدا السؤال اللي لكم انه مرات نحن بنكون مأكدين يعني مثلا هلا انت محمد اذا مأكد انه اليوم الاحد صح بكره الاثنين مأكد بكره الاثنين شي مره شكيت انه بكره ممكن ما يكون الاثنين شي منطق تكني هيدا شي لا بس في حاجه تعود يعني دي حاجه تعودي يعني انا عارف ان يعني دي حاجه احنا مش يوم الحد بكره الاثنين معتقد انت برايك ثابت ليش دائما بس نجي على قدراتنا وعلى الاشياء اللي نحن بنعملها ما في عندنا معتقد ثابت ليش هونيك في حقيقه هون ما في حقيقه ما عم اقول حظ ونصيب يعني تبقى فرصه اوكي جريت حظ ونصيب جريت بس قديش واثق انك انت بهودي الجمعتين رح تقضي افضل ما عندك هذا السؤال هذا السؤال لك حنان لمروان لنسيم لقديش حاسين متاكدين انه انتم حتغنوا كثير حلو متاكدين انه انتم حتعطوا كثير منيح بس كلكم بدكم تفكروا ولو بعقلكم على هذا الموضوع عن جد ركزوا تتشوفوا شو بدكم تعملوا بحالكم لتتاكدوا عندكم اسبوعين لتنفذوا هذا الجزء اوكي حنان اوكي حنان طيب مروان وقف ورا الكراسي الثلاثه وولد ديزني بتعرفه هو شخص كتير كرياتيف مزبوط اوكي سو ونحن بحيالله فكره عنا اياها في عنا وافلام ديزني كلها افلام حالمه صح أوكي. على هيدي الكرسي لما حيقعد مروان رح بيكون الحالم رح يحلم قد ما بده بقديش هو عم بيفوز باللقب ما رح خبره شو حيصير على الكرستين اقعد على هي الكرسي مروان على هيدي الكرسي مروان انت الانسان الحالم مش بدي تطلع هلا انت الانسان الحالم يلي عم يحلم انه بدي اياك تقول لي شو حيصير لما حتربح اللقب طلعت النتيجه واخذت اعلى نسبه كم بالمية واو شو حلو 25 فاصله شيء كلكم اخذتوا 23 22 21 اوكي شو صار شو تغيرت حياتك بعد ما فزت باللقب مش بالعقل يمكن بالحلم بالحلم ما تفكر فيها عقلانيا طير احلام انت هلا على هاي الكرسي يلي عم تحلم فيها انا مبسوط ومتذكر اول نهار جيت على فيه على الكاستنج عارف حالي شو جاي اعمل يعني انا مطرح ما بدي وصلت مطرح ما بدي وصلت وبدي شو صار بحياتك شو تغير عروض عمل كثير مين شركات انتاج مين تايلاندا صح بده يحلم واحد انه لحقته عم تحلم لحقته قاعد على هالكرسي يلا مروان بتقدم لي شيء تقريبا شيء 20 غنية قبلت منهم 10 اهلك والبيت كيف اف والعان طيب قوم على الكرسي مروان هيدي خلصنا من كرسي الحالم بدنا نرجع لكرسي الواقع ارتحت عود الواقع هيدي اخذت اللقب خليني اقول شيء يلا واقع واقعك اليوم بالاكاديميه لتوصل لهيدا الهدف
الواقع شو هو اليوم؟ شو عم بتحس؟ شو الوضع؟ شو حقيقة مشاعرك اليوم؟ كيف عم تشوف الحالة؟ خبرني كيف واقعك اليوم؟ شو عندك معطيات؟ قديش نسيم صوته حلو؟ قديش محمد صوته حلو؟ هايدي وحنان. قديش حنان صوته حلو؟ قديش هيدي الواقع؟ انت هون حلمت انك انت فزت، كله كان خاضع لسيطرتك. الواقع مختلف جدا، عندك اربعة تطلع فيهم، منافسين شرسين، كل واحد صوته احلى من الثاني، بس المشكل انك بتحبهم كمان. اكيد يعني عندك شعور مختلط يمكن بين انه في محبتك لالن وفي عندك محبتك لحالك وبدك اللقب. صف لي هيدي الحاله، طلعون هول المشاعر اللي جواتك، لانه هول مشاعر حقيقيه. الحقيقه انه كل واحد منا، انا بيني وبين حالي، كل واحد منا بيستاهل، يعني كل واحد منا، لانه لو ما بنستاهل ما كنا وصلنا لهون. اوكي ليه؟ بس انا علي، يعني علي اشتغلته وعلي انا بيني وبين حالي بحس انه انا بستاهل. لا طيب وقف مروان، هيدي الكرسي، فاذا رحنا من الدريمر للرياليستيك، هلا للنقد، للكريتيك، الكريتيكال ثينكينج، انتقدوا لمروان. يمكن ما عم يعطي بعد قيمة للمطرح اللي هو فيه بعد، موجود انه موجود هلا فيه، وما عم يعطي قيمة للحظة اللي هو هلا موجود فيه. يعني اي لحظة، يعني بعد فيه جمعتين للفاينل، يعني بعد فيه دعسة ستيب واحدة للفاينل، يمكن بعد مش عم يعطي مزبوط القيمة، يعطيها حقها. وقف، طلع بهالثلاث كراسي، شو أخذت قرار من بعد ما سمعت حالك شو حكيت؟ شو فيك تعمل هلأ لتزبط الوضع؟ عرفت وين حلمك؟ عرفت وين حقيقتك؟ وعرفت وين نقاط ضعفك؟ هلأ أنت عليك تقرر. مزبوط. شو بدك تقرر مروان؟ شو القرار يلي هلأ بدي أوع لازم تاخده لحتى تخلص؟ بدي بدي شو يعني توعى؟ بدي يعني انه هلا بلشت، انه هلا بلشت لازم اعرف وين انا، يعني هلا لازم اعرف انه في لقب بالدق. جريت. شو كيف فيني ترجم هيدا الحكي واقع؟ شو حيصير ببرايم هلا الجاي؟ اول شيء الايفال. الايفال شو حيصير؟ انا بحس ملعب الايفال هلا. هلا انا اذا بدي احكي ملعب الايفال. اذا بس مغنى. انه انا ضعيف تمثيل، بعرف حالي يعني. اوكي. المغنى ملعبي، فانه ما حلاقي مشكلة ابدا بالايفال. البرايم اذا الاراد حضل اتمرن على الاغنيه، لو ان شاء الله ما يعني على طول عم بعملها الخبريه، بس عم لاقي على طول مشاكل على المسرح. جريت. بس هالمره حجرب قد ما في اني احسن لكرمال ما الاقي ابدا اغلاط مرتجع. جريت. ثانك يو مروان. حنان. شايفه ثلاث اشخاص معي بالبرايم الاخير. قولي لي مين؟ اشوف شي مين. لا مش حاله. اوكي يلا طلعت النتيجه. انا حصلت على اكثر نسبه تصويت، اخذت اللقب. شو عم يعملوا العالم؟ العالم المغربي بايده، شرفت بلدي. ما ترجعي للواقع، خليكي بال هول دموع الفرح. صح حلوين، واحد يبكي فرح انه نجح. ما ترجعي للواقع، خليكي بالحلم. ما كنت امبارح. اوكي عم بفكر باهلي قد ايه بيكونوا مبسوطين. مين؟ ماما وبابا. شو عم تعمل والدتك؟ كيف ممكن تكون ردة فعلها؟ كيف عادة عم تكون ردة فعل والدتك لما بيكون في هالقد فرح كبير؟ مين بعد مبسوط؟ بابا. بالحي؟ فخور. جيران مثلا؟ رحت وصلتي على المغرب او بعدك بلبنان؟ بعدني بلبنان بس حكيتهم تليفون. تلفنتي لهم. وصلت على المطار، استقبلوني، انبسطوا فيه كثير. كلهم بحبوني.
وقفي حنان وقعدي على كرسة الواقع. اليوم شو عم بتحسي؟ شو هو أكبر خوف عندك؟ كلهم قصتهم حلوة وكلهم بيستاهلوا يفوزوا باللقب، بس بحس أنا في شيء دايما هالشيء بحسه، أنا في شيء عندي ما عند غيري. هلأ عم بتحسيه؟ اليوم يعني هاليومين عم بتحسيه؟ ايه؟ ولا عم بتفكري فيه؟ ما بدي عم بتفكري فيه، عم بتحسيه؟ متملكك من جوا، عطيكي زخم، هيدا هو الواقع اليوم؟ ايه اوكي. بحس بس بنفس الوقت خايفة. من شو؟ شو أكبر خوف؟ شو الفكرة اللي عم تقطع براسك؟ إنه بعد كل هالجهد يلي عملته، إنه اجتهدت وهيك ما أوصل يلي أنا بدي إياه. خايفة لأن أمي وبي شايفيني بالأخير، خايفة ما أوصل وخيب لهم ظنهم. أو إيش كيف يقعد الإنسان اللي عم يعمل كريتيك؟ قعدي على القعدة وشوفي حنان شو بعد مقصرة؟ حنان وصلت لهون بس في شيء بعد لازم تعمله. ما أنا عجبتك حنان، حاسستيها إنه بدها بعد في شيء كتير لازم تعمله، شو ناقصها؟ شو اللي حيخسرها؟ شو ايه؟ يلا فيها تكون يعني قوية أكتر. شو يعني قوية؟ يعني عقد ما هي قوية فيها تكون قوية أكتر. بس شو يعني قوية؟ لأنه كلمة تتحمل يعني كلمة قوية كلمة كتير يعني تعقلك يفهمها. شو بتقصدي إنها تكون قوية؟ يعني تتحمل، يعني شو تتحمل؟ صبر، قدرة تحمل. ايه يعني تحت الضغط، يعني ضغط إيه؟ الشغل، ضغط التحضيرات. إيه؟ اوكي. وشفنا حنان اللي عم تنتقد حالها وعم تنتقد تقصيرها وعم تنتقد كيف انه هي بعدها ما نشد حالها كفايه. تجاه ثلاثه حنان اللي سمعتيهم عم يحكوا، شو الخطوه اللي لازم تاخديها هلا فورا بالاكاديميه؟ فكر بالغنية اللي بتناسبني، بتدرب عليها، بكره بروح بغنية وكون مرتاحة نفسياً. أول شيء يعني أنا بعمل اللي علي والباقي على الله. أوكي جريت، ثانك يو. نسيت بدك تعمل فإذا هيدي كرسة شو؟ كرسة الأحلام. أحلام، يلا طلع لنا كل أحلامك. انتبه كل ما تطلع أحلام أكتر كل ما رح تاخد هيك إنرجي أكتر. النتيجة بلشت تطلع على الشاشة، النتيجة صارت على الشاشة. نقول ألف مبروك لنسيم من تونس، نجم ستار أكاديمي 11. أوكي أكيد غمروك بوسوك لحدك أكيد. هودي التفاصيل ما تنسونا. إيه فرحوا لي لأنه كانوا متوقعين. أنت لازق على الأب. خلص برافو، خلص بحق له يحلم. شو يلا برافو. ايه كانوا متوقعين، انا كنت فايز. انا يلا مش حنتفاجئ. ما كانت مفاجاه. اوكي هو ناوي يقسم الجائزه اصلا. كل واحد 2000 دولار. هيك قال لكم. والله احنا قلنا سوري. اصحابي من تونس جايو في البرايم الاخير فاينل. واو. حضروا البرايم وجابوا على من تونس معهم كبير، واخذته انا على الستيج، وكنت عم بعمل لقاء مع الصحافة. برافو. أول ما طلعت النتيجة يعني ما ناموا من كثرة الاتصالات والتهنئات. واو حلو. ضيفوا شيء بالبيت؟ عملوا ضيافات؟ على كل الحي. وعم بدرس بالجامعة هلا، بالجامعة الموسيقى بتونس. واو. وعم حضر لألبوم. واو. وبينزل إن شاء الله بدونيل ديزني. دومين ديزبي. برافو نسيم، مبروك. ميرسي. ألف مبروك. ميرسي. طيب وقف من هالكرسي. أم الأحلام. أم من الأحلام. عود قعدة واحد عم بي على الواقع. هيدا الواقع هلا اليوم. شو عم بتحس؟ يلا نسيم. هيدي أخذت اللقب. هيدي أخذت اللقب. بس يعني خايفين كثير، ومثل ما بتقولوا أنتم عتلين هم إنه ما أوصل لهالحلم. هو حلم. ليش هيدا الواقع اللي كونته براسك نتيجة شو؟ لأنه نحن منكون الواقع براسنا نتيجة أكيد. وقائع أكيد. نتائج يعني مثلا
مثلا انا مش اول شيء مش يعني مش لحالي في البرنامج، وبعدين يعني في اصوات من احسن الاصوات في العالم العربي يعني قاعدين يتنافسوا على يعني على هالشيء، وكلنا عندنا نفس الهدف انه نوصلوا فاينل وناخذ اللقب. دونك تحس انه في منافسه كبيره وممتون يعني تحس انه عائله يعني مثل يعني لما يطلع اي واحد فينا يعني كلنا بكينا وكلنا يعني زعلنا و سو مشاعر مختلطه يعني بين انه لازم اشتغل على نفسي مشان هذا اللقب وهذا الحلم، ولكن يعني انا مآمن من جوا انه في يعني حتى لو ما كسبتش اللقب يعني هذا حلم، والاحلام عديده يعني في الحياه يعني اذا ما فيش الحلم يعني في حلم ثاني اكيد يعني راح يجي، نهايه حلم هي بدايه حلم جديد. سيب صح. طيب قوم قعد على هالكرسي الثالثه وانتقد لنا يا لنسيم هالكرسي البشع. ايه شوف لنا شو مقصر، شوف لنا شو بعد لازم يعمل، شو مقصر بحاله، ليش عامل بحاله هيك، انتقد لنا يا كم انتقاد يلا. اوكي نسيم اول ما فات على البروجرام كان عنده ثقه كبيره في نفسه، لهذا الشيء ما عطاش يعني لو ماكسيموم، ما عطاش 100% ايش عنده يعني ما وراش عنده. مي نسيم يعني انه فاق على هالاشياء في اخر يعني بس في اخر الموسم انه يعني حسيت بهالاشياء اللي كنت عم بعملهم انا وسط البروجرام. نسيم كان جاي من تونس انه حط هدف انه ممكن انه يوصل فاينل من غير ولا نومينيشن. ايبا طلع نومينيشن الاسبوع اللي فات، هو زعلان شوي بس انه الحمد لله رجع ومستعد يعني انه يعطي اكثر. على شو بتنتقدوا هلا بهالكم يوم بالاكاديميه؟ على السلبيه اللي عشت فيها يعني هالاسبوع اللي الماضي، انا يعني ممكن تكون اثرت شويه على نفسيتي وعلى عطائي حتى في البرايم. يعني هو كان برايم حلو، انا حسب وجهه نظري كان حلو، بس يعني انا كنسيم وك يعني بعرف حالي فيني اعطي اكثر واكثر اكثر وسو اوكي وقف نسيم وتطلع بهالثلاثه هيك رجع شوف شو قلت، شوف بين واقعه كيف بين الحالم وبين المنتقد لافعالك وتصرفاتك وافكارك، شو قررت تعمل هلا؟ قررت اني اشتغل على نقاط الضعف مشان احسن الواقع لاوصل للهدف. بسموها الجرو موديل. جرو بتعرفوا يعني النمو صح؟ بيقول if we don't grow we die، اذا ما بننمو كل يوم بنموت. جريت جرو. فإذا إذا بدي أقسم هيدي الكلمة goal reality options كل أول حرف منه شيء والwill so هيدا الهدف يلي هو هدف صار أكاديمي، شو حيغير بحياتك؟ هدف ستار اكاديمي يعني لأ بستار اكاديمي شو حيغير عن جد، بس بدي اياكي تفكري فيهم شو حيغير بحياتك اليوميه. لا هو هيغير في نفسي انا حاجه كبيره قوي، يمكن انا فعلا يعني شويه مع يعني ما عنديش ثقه في نفسي كافيه ان انا اقدر اقول ان انا ليه ما اخدش اللقب مثلا او انا ايه اللي ناقصني. يعني امبارح كان استاذ هادي بيتكلم يعني لما جيت اتكلم عن كذا حاجه، قال لي ان انت عندك كاريزما عندك حضور عندك صوت، يعني الحاجات دي كلها انا عارفاها بس يعني عمري فكرت ان هي بجد عندي لدرجه ان هي ممكن توصلني للقب او ان انا اقدر اخد اللقب. هيدي يعني هيدي هقول لك اياها، اذا عندك موهبه وعندك طاقه وعندك قدرات بس ما انك حسي فيهم كانوا ما عندك. هيدي الحلم يلي عندها عرفت انه الحلم عم يتضارب مع الواقع لانه هي ما انا قادره تحلم بلقب ستار اكاديمي لانه الواقع بتعرف انه هي عندها كثير من القدرات، لكن الواقع بيقول لها ما عم تعرف تستعملهم او ما عم تصدق او ما عم تصدق حالها او ما عم تعرف ليش ما عم صدقهم. شوفي عندك هلا اختيارات لانه هلا انت كل هودي الشيء يعني كل الشيء اللي عملتيه وصلك لهون. ناو دقت ساعة الحسم. تا 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 تا. شو في عندك اختيارات تعمليهم بهالكم يوم؟ الاختيار الوحيد بالنسبة لي يعني لحد بكره
أنا أصدق نفسي أوي. كيف؟ كيف حتى شو حتعملي؟ يعني أنا حضرت أغنية حباها جداً ويعني بحب أغنيها عموماً، بس أصدق نفسي. كيف؟ بس أدخل الإيفال قدام الأساتذة و وخلي هايدي تغني. طب يعني كيف حتغير حياتك بعد لا أبصار أكاديمي؟ ازاي هتتغير؟ ازاي هتتغير؟ اكيد هتتغير، هتتغير فيها حاجات كتير في الشغل، في الشغل، في طريقه التفكير، في طريقه التعامل. في حاجات كتير. شو اعطيني شيء حيتغير فعليا، ما تغرق بالتعميم، خليني عقلك يشوف ايش تغيرت. شو حيصير؟ كتير مهم يا محمد اللي عم اقول لك اياه، لانه لازم تبلش تفرجي لعقلك تغييرات فعليه. هبدا ان انا اهتم باختياراتي في الشغل، هبدا ان انا اركز في شغلي بعد كده، هبدا ان انا اعمل حاجه بسرعه بحيث ان انا اظهر بها للناس، يعني اكبر النجاح ده اكتر. خليني اقول لك شيء يا محمد، الكلام اللي بتقوله دائما في عموم حاجه. شو يعني حاجه؟ اغنيه؟ اكيد. هو انا بتكلم في مجال الشغل. لا ده بس اولى لعقلك يسمعها. هبدا اعمل اغنيه، هبدا اعمل البوم على حسب الامكانيه اللي موجوده في الوقت دوت، بحيث ان انا اكبر النجاح اللي انا وصلت له. شو حتعمل بالجائزه الماديه؟ هلا في اللقب، في الجائزه الماديه شو حتعمل فيها؟ الجائزه الماديه اكيد هبدا استغل منها جزء في ان انا اكبر النجاح دوت في المجال ده، ان انا ابدا لما انتج لنفسي حاجه لو ما لقيتش امكانيه لدوت احسن من حاجه معينه كنت انا عايز اعملها. اوكي. لازم هاو دي تفكير تحطهم براسك هالكم يوم، ما بقى في وقت. اوكي. Good luck.